بالنسبة لمعسكرات التدريب زمان كانت عاملة ازاي ودلوقتي؟ احنا معسكرات التدريب هقول لك حاجة تتحكى عليها والسادة الحضور يتحكوا عليها. احنا كنا بنبات في اتحاد الكورة، مكاتب اتحاد الكورة دي كانت اوضة النوم بتاعتنا. اتحاد الكورة اللي موجود دلوقتي؟ اتحاد الكورة اه ده اللي في الجبلاية. ما فيش اتحاد كورة تاني غيره. انت مش هتصدقي يعني. انا ممكن كان في واحد قديم متهدر اشعرفني. مش هتصدقي يعني. هقول لك حضرتك حاجه. اولا ده حتى انا لما كنت بقى مدرب المنتخب دلوقتي وبقيت اقعد هنا، كنت مكتب هنا في اتحاد الكوره، كان ليا مكتب في اتحاد الكوره، فكنت بقول لهم دي كانت اوضه النوم بتاعتي. لا طب لا انا اهم انا عايز انا عايز اوضه مكتب رئيس اتحاد الكوره مين كان بينام فيها؟ لا هو في مكاتب كتير يعني. هنا في مكاتب كتير بيفرشوا فيها سرير لما نتجمع، لما المنتخب يتجمع. فكنا بنبات فيها. وكان في اتحاد الكرة عم نعيم. عم نعيم ده راجل الله يرحمه ويحسن اليه، كان مربي كلاب بسم الله ما شاء الله قد كده. فعشان ما نزوغش من الـ من الـ من المعسكر، فكان يقولوا له عم نعيم اقفل البيبان الساعه كذا واطلق الكلاب. اللي بيهرب بقى او يزوغ شويه ما يقدرش يرجع، لان لو رجع الكلاب دي هتاكله. والله العظيم ثلاثة بتكلم بجد. انت مستغربه ليه؟ انا بس اوريكي احنا كنا عايشين ازاي كلاعيبه كوره.